السلام عليكم. الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فرصة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد تغلق في أي وقت. إن لم تكن مشتركا في القناة فاشترك، وإذا كنت من المشتركين لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو. قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل روسي يوم الثلاثاء إن الوكالة لا تزال تأمل في التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران ضمن إطار زمني معقول. وأوضح غروسي في تصريحات نقلتها قناة العربية أن فرصة التوصل إلى اتفاق نووي مع إيران قد تغلق في أي وقت، نافيا تقديم إيران لأي معلومات عن نشاطاتها النووية. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة أمس الثلاثاء أن التوصل إلى اتفاق قوي مع الغرب ممكن إذا اتخذت الولايات المتحدة قرارها بذلك وردت على النقاط المتبقية. وأشار زادة إلى أن بلاده ملتزمة بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام وجدير بالثقة، لافتا إلى أن المؤتمر الصحفي الأسبوعي للوزارة يوم الاثنين إلى أن المفاوضات كانت متواصلة رغم توقفها في فيينا، وذلك عبر تبادل الرسائل. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إننا ملتزمون بالمسار الدبلوماسي للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام وجيد وجدير بالثقة بحسب وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. في الأخير، إذا كنتم من المهتمين بهذه النوعية من الأخبار لا تنسوا الاشتراك لتتواصلوا بالجديد، وشكرا.